ياسين، انت كتكون مجموعه غنائيه، سمعنا الاول سينجل ديالك فولين، واش ملي كتفكر في الانتاج ما كتجيك شي شويه ديال التبوريجه؟ ضروري ضروري، ولكن كتخطاها، كتكون في الاول ولكن كتخطى ديك المرحله وصافي، هي خصها تبدا تكون العزيمه والاراده، راه كل شيء ممكن. واخا وكي كتفكر واش غدير اوتو برودكسيون، غادي تتعامل مع شي منتج، مازال ما قلبتي مازال ما باقي ما شفتش هاد الساعه انا مول راسي هاد الساعه وغادي طبعا فيه. وكتشغل مع ناس قلت لي كتعمل حتى الموسيقى مع دي جروب في استوديو وكذلك في استوديو مع كريم السلاوي وسيميدي، صديق ديالي سيميدي اللي كنتي مع الجوله. شكون هما عرفتك اشتغلتي مع سانتانا، ولكن شكون هما الفنانين اللي كتعتبرهم الامثله العليا ديالك، ناس اللي سو سون دي ريفيرونس بور تو في الدومين ديالي؟ في ميدان الرقص معلوم في الدومين ديالك. ستيفي ريفان، جيمي هاندريكس. جيمي هاندريكس كي غوشي انت يمني ياك؟ انا يمني، ولكن ماشي مشكل. لا عرفت ماشي مشكل، انت نجاني الطريقه باش كيتعامل مع الموسيقى وكي فهمتي كيعبر بالاحساس ديالو عن طريقة بالجيتار ديالو. الجروب ماروكان اللي كيعجبك أكثر من أي جروب واحد آخر؟ في ماير اش كاين، عزيز عليا هيب هوب. أنت عزيز عليك الهيب هوب؟ هيب هوب أنا عزيز عليا، نتسنت ليه الهيب هوب، ولكن عزيز عليا الموسيقى أون جينيرال. في لا فيوزيون لمن كتسند؟ هوبا 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 سبيريت سبيريت طبعا.